يحكى أن مع إبراهيم جمال. يحكى أن واحداً من أبناء القاضي شريح جاءه في يوم من الأيام وشرح له خصومة بينه وبين قوم من الأقوام، وقال له: إن كان الحق لي قاضيتهم، وإن كان لهم صالحتهم. فلما قص الولد خصومته على أبيه القاضي شريح قال له: انطلق فقاضهم. فذهب يمضي إلى خصومه حتى لقيهم ودعاهم للقضاء، واستجابوا له ومثلوا بين يدي القاضي، فلما استمع إليهم قضى لهم على ولده. فما كان من ابنه بعد أن مضى القوم إلا أن غضب غضبا شديدا وقال: فضحتني يا أبتي، والله لو لم أستشرك من قبل ما لمتك أبدا. فقال له القاضي العادل: إنك يا بني أحب إلي من ملء الأرض من أمثالهم، ولكن الله عز وجل أعز علي منك، وإني قد خشيت أن أخبرك بأن الحق لهم فتصالحهم صلحا ينقص عليهم بعض حقهم، فقلت لك ما قلت حتى أتيت. يحكى أن مع إبراهيم جمال.